ما هي حدود موالاة أعداء الله والمحادين له التي إذا وصلها المسلم أو تجاوزها خرج عن الملة؟ وما هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها المسلم في تعامله مع غير المسلمين؟ الموالاة التي حرمها الله ورسوله، موالاة الكفار التي حرمها الله ورسوله، هي محبتهم في القلوب، لأنه لا يحبهم إلا إذا كان يرى صحة ما هم عليه، أما لو كان يرى بطلان ما هم عليه فإنه يعاديهم في الله عز وجل. ومن الموالاة المحرمة أيضا مناصرتهم على المسلمين ومعاونتهم، وهذه ردة عن الإسلام. وكذلك من موالاتهم الاعتذار عنهم وتبرير ما هم عليه والثناء عليهم ومدحهم وما أشبه ذلك، كل هذا من الموالاة، محبتهم في القلوب أو مساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين ومظاهرتهم أو الدفاع عنهم بالقول بتبرير ما هم عليه والاعتذار عن ما هم عليه ومدحهم وما أشبه ذلك، كل هذا من أنواع الموالاة المحرمة والتي تصل إلى الردة عن الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار فهو التعامل المباح، نتعامل معهم بالتجارة ونستورد منهم البضائع ونتبادل منهم معهم المنافع ونستفيد من خبراتهم، نستقدم منهم، نستأجره على أداء عمل كهندسة أو غير ذلك من الخبرات المباحة، هذا حدود ما يجوز لنا معهم. نعم، طبعا مع أخذ الحيطة والأمن من مكرهم وشرهم ما في شك أنه لا بد من أخذ لا نأمن جانبهم، هذا ما في شك أن المسلم يجب عليه حتى في حال تعامله المباح مع الكافر أن يكون على حذر منه ومن دسائسه وأن لا يكون له سلطة في بلاد المسلمين إلا في حدود عمله، ولا يكون له سلطة على المسلمين أو على أحد من المسلمين، وإنما تكون السلطة للمسلمين عليهم. جزاكم الله.